السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي عاجل تعديل وزاري لهزنامة امتحانات الفصل الثاني للمستوى الابتدائي المتوسط الثانوي. الموضوع تعديل روزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2020-2021. المرجح المنشور رقم 1161 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020، المتضمن روزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2020-2021. إلحاقا بالمنشور المنوء به في المرجع، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن تقرر إجراء تعديل في روزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2020-2021 في المراحل التعليمية الثلاث على النحو التالي: بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، اختبارات الفصل الثاني المستوى الخامسة ابتدائي، التاريخ ابتداء من 16 ماي 2021، وهذا لسيزيام المستوى الأولى الثانية الثالثة والرابعة ابتدائي، التاريخ ابتداء من 23 ماي 2021. بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، اختبارات الفصل الثاني المستوى السنة الرابعة بيام، التاريخ ابتداء من 25 ماي 2021، المستوى الأولى والثانية والثالثة ابتداء من 30 ماي 2021. بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، اختبارات الفصل الثاني المستوى الثالث الثانوي الباك، التاريخ ابتداء من 23 ماي 2021، المستوى الأولى والثانية ثانوية التاريخ ابتداء من 30 ماي 2021. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.